من بعد نهاية الانتخابات الرئاسية وكل مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتكلم عن مستقبل الجنيه ومصير التعويم المنتظر في سعر العملة، وطلع أكثر من تقرير أكد إن التعويم جاي جاي، لكن الخلاف حوالين السعر المتوقع اللي هيوصل ليه سعر الدولار في البنوك، وما إذا كان الخفض المحتمل للعملة المصرية ممكن أن يقضي على السوق السوداء للعملة ولا هنفضل نلف في دايرة مفرغة، وكل شوية هنكون مضطرين لخفض قيمة الجنيه المصري. وآخر تقرير صدر عن وكالة موديز فجر مفاجأة قوية عن السعر المتوقع للجنيه في حالة إجراء التعويم، فيا ترى التقرير قال إيه عن مصير الجنيه وإيه التوقعات عن سعر الدولار؟ بانكير، نبض البنوك. مؤسسة موديز، ودي واحدة من المؤسسات المالية الكبيرة، طلعت تقرير مؤخرا توقعت فيه خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة لتطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي، وقالت ان ده هيؤدي لبقاء متوسط التضخم فوق 24% في السنة الجاية وأسعار فايدة مرتفعة. التقرير أكد ان مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة من فترة طويلة زي الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية. الغريبة انه على الرغم من استقرار اسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقرير موديز رجح تسجيل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيه خلال الربع الاول في 2024، في وقت بتشير فيه تقديرات بنك HSBC لخفض سعر صرف الجنيه لمستوى بين 40 جنيه وال 45 جنيه للدولار خلال الربع الاول من 2024، مقابل توقعات قبل كده كانت بتتراوح بين ال 35 جنيه وال 40 جنيه. التقرير شاور على ان سعر صرف الجنيه في مصر مستقر من اشهر في التعاملات الرسميه عند مستوى 31 جنيه بعد خفض قيمه العمله 3 مرات من مارس 2022 ولحد دلوقتي، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيه للدولار. واكد ان تعديل سعر صرف الجنيه المصري بياتي كجزء من التحول نحو نظام صرف اكثر مرونه، ويسهل انجاز المراجعه الاولى لبرنامج الاصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي. طيب ده لو حصل، ايه تأثيره على الأسعار؟ وهل الأسواق ممكن تتحمل الزيادات المتوقعة؟ طبعا لو سعر الدولار وصل ل 45 جنيه في البنوك زي ما التقارير دي بتقول، أسعار السلع هتقفز قفزات جنونية. صحيح السلع حاليا مسعرة على سعر 5 جنيه للدولار أصلا، لكن خد بالك لما سعر الدولار رسميا يوصل ل 45 جنيه فده معناه إن ممكن السوق السوداء تسجل هي كمان قفزات مدوية، ووقتها هندخل في دايرة مفرغة الله أعلم ممكن نخرج منها إزاي. وعشان كده البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة شغال دلوقتي على جمع أكبر قدر من السيولة الدولارية لتغطية أي خفض محتمل في قيمة العملة، وعشان يكون هو المتحكم في السوق ويضخ دولار في الوقت المناسب لمنع أي قفزات غير متوقعة لسعر الدولار أمام الجنيه. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير، نبض البنوك.